سلام لأنصار قيس سعيد، سلام للأخشديين والأخشديات. كلام هذا نحب نوجهه للمرخوف سيف الدين مرخوف. هذاك والله نقول له ما تحشمش على الكلام اللي قلته اليوم، والله لا تحشمها. انت تحب تجبد تسحب الوكالة من قيس سعيد بالقانون اللي قريته انت قعدت 15 سنة وانت تقرأ فيه لتو ما حفظتوش، معناها للتو بهين في القانون. تحشمش، عيب والله يعيب. تحب في بالك هكا تعمل الباز انت توا؟ لا طيحت قدرك. هو طايح من اصله، طايح قدرك، طايح من الدقيقه الاولى من اللي ترشحت اول مره وعامل تصويرتك وطلعت بيه وقمت تكذب على العباد وتقول لهم انا راني مساند قيس سعيد، انا من انصار قيس سعيد. يا كذاب، تكذب على روحك وكذبت على الشعب وضحكت على العباد مساكن. وهو باش نجيب لكم البترول، وهو باش نجيب الملح، وهو باش طرد السفير. قديش كذبت، قديش تكذب على روحك يا ولدي، فيق على روحك، فيق. ولو انه توا سي ضربته اللي فم قالته على خاطر باش نحيوا هل اي باش نحيوا هالبرلمان وباش نحلوه. احنا انصار قيس سعيد وقت نعملوا حاجه رانا نقرروا حاجه نعملوها، كيما قررنا باش نطلعوا قيس سعيد من 26 منتخب حطيناه هو الاول، توا باش نراهنوا على نطيحوا برلمان. وتو تشوف احنا نفعلوا ولا مش كيف كنتي كلام فارغ. انت ما تنجم تعمل حتى شيء قدام انصار قيس سعيد الحقيقيين، حركه شباب تونس، هذوكم الحقيقيين اللي وقت نقولوا حاجه نعملوها. انت ما تنجم تعمل حتى شيء، راك كذاب وفشلان. في بالك انت وقت طولت على وكيل الجمهوريه تاع سيدي بوزيد وقلت فيه كلام وتعديت هكاكا، هذه لا يا بابا، هذا رئيس دوله، هذا منتخب من 3 ملايين. اليوم تجي انت تحل فمك عليه. وثانيا هو قال راهو كل من خان الامانه، خاطر عارف روحك خاين. كل من يخون الامانه، انت اكبر واحد خاين الامانه، انت والزفاسيف اللي تبعوا فيك. تحشمش والله لا تحشمها، ماكش راجل. نقولها لك ماكش راجل، والله لك راجل، لا تكسب ريحه الرجوليه تحل في فمك وتطاول على سيد قيس سعيد. في بالك هكاك الراجل وحده؟ لا يا بابا، يا بابا راه برشا منتخبينه، وراه شباب، وراهم امنوا به لانه راجل صادق مش كذاب كيفك انت. انت كذاب ونذب وماكش راجل، نعودها لك الف مره، والله لك راجل. يا انت هازي يا كذاب ويا ممسخ، واسمحها مني برا، فوها عليك.